سفي على دمعي على وجعي على اللي ضاع مني العمر أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر جيب لي صبر لما الضنا ماله قريب جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر آه ضيع العمر مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما في وصفة نفس العيون بس وين نظرات الدفا نفس العيون بس وين نظرات الدفا وين الوفا شو يلي صاير بالخفا جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر ليش ما عم يرد عاد؟ خدي دقي له من عندي وليش يعني؟ ما عم يرد عليكي بلكي بيرد علي يا ربي دخيلك قعدة مع مجانين أنا وشو بكي هيك عم تحكي؟ يعني بالمنطق زينية بمخك شوي ما رد علي بيوم بيرد عليكي كيف اصطفلي يا شي حلو والله هذا اللي كان ناقصني ربينا وتعبنا واعتبرنا فهمان مشان شو مشان حضرته يتجوز على كيفه ما حزرت يا واطي والله على جستي غير بنت ابو المجد ما بتاخذ آه يا يارا كل هالكم يوم وبنحرم منك يا عمري انتي ما لحقت اشبع منك كان لازم خليكي ترفعي راسك لازم اثبت براءتي قبل ما اموت لازم تمشي بين العالم وتقولي كمان مسلم كل عمره نظيف لازم
صباح الخير. أهلين أمي، يسعد صباحك. شو راح الحجي؟ راح الحجي بعد ما هزل لي بدني. شوف أمي، الله يرضى عليك، بدك تفهم علي، هذا أبوك بده يجوزك جوازة مرتبة، بده يجوزك بنت رفيقه. شو عم تسمعني؟ بنت عيلة وحسب ونسب. حجي، هاي البنت أنا رح أخطبها، وشو ما كان يكون موقفه، عجبه ولا ما عجبه، أنا ما رح أعمل إلا اللي براسي. طيب تقبلني، طول بالك علي شوي، بركي بعد كم يوم بقدر أقنع أبوك. لا أمي، ما بقدر، ما بقدر أتأخر عليها. شو بدها تقول عني؟ عم أتسلى فيها؟ يو، لا تكون غلطان مع البنت. لا إله إلا الله على هالعيلة. شبك أمي؟ صايرة مثل جوزك أنت. تأدب، صار اسمه جوزي عدا أبوك. حجة منشان الله فهميني، هاي البنت ما في منها، وأنا شايف إنه مستقبلي معاها، وهي رح تسعدني ورح تطور لي حياتي للأحسن. بعدين هاي الوكالة الجديدة أنا اللي جبتها، هو ما دخلوا فيها، هذا تعبي أنا. الله يهديك يا أبي، الله يهديك. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ يا أخي نبش الحلوة. قولي على بعض، أنا ما بحسن على هالحكي الحلو كلياته. بابا أنا أجيت صبح عليك وروح مضطر أروح لأنه ماما تأخرت عليها بموعدها. هدي عاوزك. أنا بابا بدي أشوف سهر. أيوة، إذا الموضوع هيك إبلا هالروحة كلياتها. شو سيد كمال، من أول غمزة تبسط وأنا مفكرتها إنه هي اللي قامت، طلعت أنت اللي قامت. لك بابا عم بحكي جد أنا. وأنا عم بحكي عن جد. لك حاجة بقى أنت الثانية، قلت لك بدي طريقة إنه شوفها لحتى أفهم بعض الشغلات عن رؤوف. إيه لا تتحجج، لا تتحجج بابا، إذا عاجبتك روح صارحة ما فيها شيء. وبيني وبينك شيء حلو، ها طالع مزوق، طالع لي يعني، ما لك طالع لحدا غريب. لك حاجة يا مجنونة أنت، أقسم بالله طالع لعمتك. شو بعمتك؟ شو بعمتك؟ أحلى عمي بالعالم. يلا بخاطركم. استني بدي أقفل لك سندويشة. حاضر. شفت بابا، هاي خسرنا توصيلة السيد أحمد من وقت ما ترك الشغل تبعه، لا وفوق منها راح أخذ مكتبه بنزق البيت مشان ما يحرك السيارة بنوم. بس بتعرف والله لا طلع شهادة سواقة. أيوة. وصلي له على السيارة كمان. يسلم عمي. بابا مشان موضوعك خلص صار عندي، لا تاكل هم، اعتبره خلص خلص. شو قصة روحات أحمد مع سامر؟ يو، شو قصة الموضوع اللي قالت لك خلص عندي؟ لك شو صاير؟ الواحد بتبسط. معلش حجي، بدك تسمح لي، أنا من حقي إنه أحكي، وأنت واجبك إنه تسمعني. برافو، شوفوا مين بده يعلمني واجباتي. حجي أنا كبرت وصرت أعرف شو اللي بدي إياه وشو اللي ما بدي إياه. هذا كلام فاضي وعلاك، ثبت لي على الأرض هالكلام، أكد لي إنك رجال. ليكن معرض شغال ومأحلاه، وبكره الوكالة الجديدة رح تنزل على السوق. كلام فاضي وعلاك، ما فينك تحرك شبر بالمعرض إلا بموافقتي وبإشرافي. ليش؟ لأنك صغير وبغو. أعطيني حقي، أعطيني حقي لأقطع أشتغل لحالي، لأثبت لك إلك ولكل واحد عم يعبي براسك علي إني بقدر أشتغل لحالي ووقف على رجلي. بس كيف بدي أثبت لك إذا أنت ما عم تعطيني حقي؟ ايوه هلا فهمت القصه، بدك حقك، تسمع لك عندي حق. حجي انا عم بشتغل معك من وقت ما كنت صف بكالوريا، يعني لو كنت اجير كان طلع لي تعويض. انت اجير وما لك تعويض، وروح بلط الزرقاء اشتكي. لا حجي لا، انا ما بشتكي، وحياد عيونك لأخذ حقي. هذا اتفق ابن خالتك أحمد اللي عم يقوي براسك مع هيك. ابن خالتي ما دخله وما بيعرف شي عن الموضوع، هذا الحاكي مني أنا، أنا بعرف شو إلي وشو علي. ومنيح حجي، منيح انفتح الموضوع، خلينا نتحاسب.
على شو بدنا نتحاسب؟ على السيارة اللي راكبها ويلي بيحلم فيها كل شاب بهالبلد يركبها؟ ومن وين؟ مصاريي أنا. نتحاسب على مصروفك يلي بيكفي 10 عيال، على سهرك، على مجونك وسكرك، على تحشيشك، على شو بدنا نتحاسب؟ اطلع برا ولك، روح على الشارع، عيش مثل الكلاب، خلي ابن خالتك هذا المنفخ ينفعك يا فاشل. انا ماني فاشل وإلي حق وبدي اخده. نالي برا ولك. اثنين قهوة سادة لو سمحت. تكرم عيني. ماما شو عم تاكلي؟ شو عم تشربي؟ كيف عايشة؟ لا عم باكل ولا عم بشرب، عايشة من قلة الموت الله وكيلك. يعني ماما شو هالأسئلة هي؟ عايشة مثلي مثل كل هالعالم، بس أنتِ لساعتك مفكرتيني بنت صغيرة. لا أنا متأكدة إنك كبرتي وكبرتي لدرجة صرتي فيها تقرري مين هن أهلك ومع مين بدك تعيشي. ماما عن جد مانك معقولة؟ طيب افترضي اني انخطبت وتجوزت، مو رح روح على بيت جوزي؟ ساعتها زوجك اذا كان ابن حلال رح يخليك تجي لعند امك بالبيت تشوفيها، مو تلتقي انت وياها بالكافتريات مثل المطاليب. والله مانك معقوله، انت ليش مصره انك تكبري الموضوع؟ ماما انا ما عم بفهم انت ليش ما عم تقبلي تجي على البيت اللي كبرك ورباكي، بدك اعطيني سبب واحد مقنع بس. من شان هيك طلبت اني اشوفك، في شغلات كثيره عرفتها وانت كمان لازم تعرفيها. طيب شو هاي الشغلات؟ شغلات بتخص جوزك وماضي. واضح انه تعب عمتك امل ما عم يروح على الفاضي. ماما استحي على حالك، جوزي بتقلي له عمه رؤوف، انا ما هيك ربيتك؟ طيب ماما انت اسمعيني وبعدين رح اترك الحكم لإلك، موافقه؟ موافقه. اهلين سامر. كيفك خالتي؟ اهلين خالته، مشتاقين لك. كيف الحجه؟ ماشي الحال الحمد لله. اشتقنا لك. أهلين خوالي. أهلين 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 أهلين. كأنك كنت طالع؟ كنت، هلأ بطلت شوفتك يا حم. شو جابوا هاد يا فتاح يا علي؟ والله الحق علي يسميه ابن خالتي. طيب قول مرحبا يا رجل. انزل على المحكمة تبرى مني. إيه بتبرى منك بس بعد ما تخدمني. بسيطة بسيطة علي إن شاء الله. شو في رقم المحضر اللي عم أعمل عليه؟ باسمي. خلص عاد هلا يلا نساوي لكم قهوة. يلا يلا. المهم بالي أنا المهم بالي. شو بقى؟ وشك مو طبيعي. أبي رح يجنني. عم يعاملني كأني أجير عنده. وأنا كل شيء بتهاون فيه إلا الكرامة. عجبتني هي شغلة الكرامة. معناتها انتظر ليوم الجمعة وأعمل مظاهرة سمية جمعة الكرامة. اهدى 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 وكن. هذا أبوك. خال الكل بيعرف انه شغل السيارات انا اللي قايم فيه، ولو لاي المعرض كان خسر. ليش هلا هو ربحان؟ يعني هلا الشغل دائر على الكل، بس ليكني هي سافرت وجبت له وكاله سيارات، بهي الازمه ما حدا بيطلع بايده يجيبها. ومع ذلك عم يوقف بوشي وما عم يخليني اتزوج البنت اللي انا بدي اياها. يعني هو ما طلعت على البنت؟ ليش هو كلف خاطره يروح يشوف مين هي؟ طيب خاله انا برايي طول بالك شوي. هي القصه لا بدها مظاهره ولا بدها جمعه كرامه. بالحوار بيمشي كل شيء. طيب ماشي شكرا شكرا. شرف حبيبي، باسم ابوك طلع هذا. مثل ما توقعت. يا حجي لحق اشكي لك؟ قلعني من مكتبه. طيب من اليوم طالع بنشوف مين بده يوقف له بشغله. نتواجه. انا عند خالي كمان شوي طالع. أهلين ماما الله معك.
روق روق روق، لا تؤاخذنا خيال، خش على حالك يا صاحبي. عود عود خلص عود، قلنا لك بالحوار كل شيء انحل. اسمعنا الثاني. ها؟ الو؟ اهلين خالي رضوى. لا شغال ارضي والله. ايه خالو كمان ليك وجنبي، تفضل. خالي رضوى اللي اهلين مسامر، كيفك؟ وبوس ايدك يا كمال تهدي لي على هالولد، جانين وفرد مرة. وكلي الله يا اختي، سامر ما بيطلع عن شورك. الله يرضى عليك يا اخي، الله يرضى عليك. انا بعرفك انك انت حامل على ابوه زعلان منه، بس كرمال خاطري تدير بالك على هالولد. ان شاء الله ان شاء الله. ايه خلص خلص ان شاء الله تسمعي اخبار منيحة. الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك. كتر خيرك يا اخي، كتر خيرك. الله معك. خال انا ما رح اتنازل عن حقي. لك فهمنا بقى، خلصنا روق. ماما 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 انت شو عم تقولي؟ ابوك هيك قال لك؟ ايه ماما. يا رب ماما حبيبتي، الله يخليك تاكدي من كل شيء انت قلتيه، لانه اذا في كلمه واحده بس غلط ممكن تعمل مشكله كثير كبيره. لا ماما انا ماني فهماني غلط، انا متاكده من كل كلمه قلت لك اياها، ولسه في شيء اخطر من هيك. بابا عم بيقول انه رؤوف كان يوم التهريبه اللي اتهموا فيها، بس بابا ما رضى يجيب سيرته، قال لحاله انضحك عليه مثله. شو انت شو عم تحكي ماما؟ شو عم تحكي؟ شو يعني ماما؟ انا خايفه عليكي، بابا واثق انه جوزك ورا كل شيء صار له. جوزك عنده قذاره بتكفي الدنيا كلها ياتها. ماما مشان الله انتبهي على حالك، انا كثير خايفه عليكي. ماما بابا هو قال لك مشان تنبهيني؟ يا ريتك سمعتي كيف كان عم يحكي عنك، كنت عرفتي قد شو بيخاف عليكي. هلا صار عم يحكي، شو الفائده؟ وقت كنت اترجع مشان يحكي ما كان يحكي شيء. طيب ماما انت شو ناويه تعملي هلا؟ أنا لازم أفهم وأتأكد إذا عن جد رؤوف كان ورا كل شيء صار بيني وبين كمال. معناتها في حديث كتير مهم بدي أحكي معه. لك شو بكي أنت؟ سكر مخك؟ أنا عم أقول لك إنه ابنك سمّل لي بدني، أنت بتفتحي لي سيرة أخوك البطيخ؟ الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك، يعني أنا قصدي إنه الولد جانن وما حدا عم بيقدر يهديه إلا خاله. كتر خيره، فضل على نفوخي من فوق. شو عمل له؟ انا كمان ما قصرت، ربيت له بنته لحتى صارت قد الشنتيره وطلعت علي لاتصل مثل ابوها. شو يعني انزل طخيله ويركب على ظهري ودلدل رجليه؟ طيب نحكي بعدين اجوا ضيوف على المكتب، تيسري. شبكني ها؟ شبك كأنك فايتة على دكاني؟ أنت قلت لكمال عن لساني إنه أنا بدي أتطلق؟ مين قال لك هذا الحكي؟ آه؟ بعدين تعي لهون، في ست محترمة بالعالم مجوزة بتروح بتشوف جوزها السابق من دون علمي؟ آه؟ لهون وصلت معك يا بنت الأكابر؟ ولك أنا ما شفته، لا شفته لا شافني. يا هي يلي قالت لي رؤوف البندقجي، إذا بتريد لا تحكي بالمبادئ والقيم وأنت ما عندك منه شيء. أيوه يارا هي اللي قالت لك، يعني هو اللي قال لبنته معلوم بده يكذب، بده يساوي اللي بده إياه لحتى يفهم الناس إنه مظلوم. نهال خانم فينك تفهميني منين جاب المصاري لحتى فتح دكان؟ اه؟ ولك حاجتك كذب، حاجتك خلص انت ما بتشبع. 20 سنة وانا عايشة معك على كذبة، عمري كله سرقته لك رؤوف. انا كنت لحالي ايه؟ كنت مقهورة ايه؟ اخي ومرته كانوا زعليني ايه؟ بس انا بعمري ما جبت سيرة الطلاق، وهلا خربت العلاقة بين ريهام واختها. ولك انت شو بدك؟ شو بدك؟ شو بدك؟
بدي نرجع نعيش مثل ما كنا قبل. نهال صدقيني انا بحبك، عن جد بحبك، لساتني بحبك. صرت كذب لاخر لحظه. رؤوف انت كنت على حدود وقت مرقت شحنه الحشيش. حشيش شو؟ لك انت شو عم تخبصي؟ رؤوف انت كنت عند كمال بالمكتب وقت مرقت شحنه الحشيش، وهلا كمال صار عنده الدليل اللي بيثبت انه انت ورا كل شيء صار. يعني السيد كمال مصر يشوه سمعتي بعد كل هذا العمر؟ اسمعيني يا هال، انا ما راح احكي كثير، كلمتين وبس. انت وبنتك لازم تتركوا الحاره فورا. بعتذر من سيادتك، انا لا راح اترك بيتي ولا راح اترك حارتي، وانا ما عندي استعداد اروح على هذاك البيت. بيكون أحسن، بيكون أحسن. ألو هاتي يا أستاذ. شو هاد؟ شلون بصير هيك؟ وإذا كان ابني؟ لك على عيني، نص الحساب باسمه، بيسحب حسابه بس مو كل شيء. ماشي ماشي، شكرا شكرا شكرا. حتى ابني بده يذبحني. والله لا لعنة ابوكم يا اولاد الكلب. مالها بالعادة ما ترد علي؟ شو بده يكون صاير معها؟ هي تعبانة شيء؟ لكن المشكلة حتى على الأرضي ما حدا عم يرد، وأنا لما تركتها كانت على الأساس رايحة على البيت. أنا لازم روح وشوفها. لوين تروحي؟ على بيت أمك؟ إيه، لأنه إذا ما اطمنت عليها ما رح أعرف أعمل شيء. طيب أنا رح أروح معك. لوين جاية معي؟ شو لوين؟ برأيك رح أتركك تروحي لحالك؟ يلا قوم تعال. ما عم يرد. ما عم يرد الحيوان. ابنك يا حجه عم يتحداني، ابنك عم يحط راسه براسي. طول بالك يا حجي، والله هو ما بيسترجي يتحداك، هو بيحترمك وبيحبك، مشان الله طول بالك عليه، تفاهم معه. انا اتفاهم هذا بمشي حاله التفاهم معه، هذا لازم يداس بالصرامي. سكي اتصلي فيه لشو؟ حاضر امرك. اتصلي طول بالك، روي. خلاص اتصلي. شفتي شلون؟ ما عم يرد. لك والله لا توصل صباطي، والله لا يجعل الله ما خلقه. ماشي الحال، لا تردي يا ابن امك لعلك. اعصابك بالدنيا مشان الله طول بالك حجي. يا علاقتي طيب انا شو بدي ساوي؟ شو اعمل بحالي؟ يا رب تخلي اسمك شو بيوم سليمه. لك رد امي، رد الله يرضى عليك، رد. معقول تكسر كلمته وتغير قفل الباب وترجع تفوت على بيت لك اجدر؟ اي معقول. خلي يعرف انه بيطلع بايدي كل شيء ومالي سائل لا عنه ولا عن غيره. بس انت يا سامر عم تعلن عليه الحرب هيك، حاول تحلها معه بطريقه ثانيه، يعني بركي بتزبط. لا سيدي ما بدي حلها، انا انفصلت عنه واليوم نزلت سحبت حسابي المشترك بيني وبينه بالمعرض. انا ما عاد بدي منه شيء. معقول؟ ايه معقول. كل عمره متحكم فيني وما كان يفهم انه انا كبرت وصرت قد الشنتير وقادر اتحمل مسؤوليتي لحالي. انا ما عاد خلي حدا يتدخل فيني ابدا. لك سامر شبك؟ انت صار عم تحكي مثل المراهقين. ها انا كنت مراهق، هاليومين كبرت وصرت شوف مستقبلي بعيوني. احمد انا حبيت لصفاء وبدي اتغير من شانه، اما يجي هو يعمل لي فيها دكتاتور هي بعيده عن اسنانه. اوف دكتاتور؟ ابوك هادي زلمه شبك؟ الابل منيح هو اللي بيعرف مصلحه ابنه. ابي بده مصلحته بس. لك يا رجل، في حدا بيتجوز مرت اخو مرته؟ مو بس هيك، نسوان وعلاقات وما بعرف شو تخبيص، وانا عم اتاثر فيه وعم اطلع مثله. بس لا، انا بدي اكون سامر، بدي اشبه حالي وبس. ايه قوم ساوي لنا شاي، قوم.
وكانت على قليل اتصلت لما شافت مكالماتي. ها هي هي. الو ايه ماما وين انت؟ ليش ما عم تردي علي؟ حبيبتي والله ما سمعته. شغلتي لي بالي عليكي، كنت جاي لعندك. توبري قلبي تعي لعندي لك امي. ماما رؤوف ما عاد يجي على هذا البيت، لا تخافي. شو هالحكي؟ ماما شوفي شو صاير. مو صاير شي ماما، بس انا لما يكون الي حق انا ما بسكت عليه. لك تعالي لاحكي لك مشان الله تعي. معلش ماما منلتقى برا. لك يارا عم قلك رؤوف ما عاد يجي لهون. ماما حبيبتي كرمالي، انا مو من شانه، من شان اختي ريهام. يا ويلو من الله كيف عمل بينك وبين اختك. ماما الله يرضى عليك، ريهام بتضل اختك. ايه ماما بوعدك انه رح يتصلح كل شيء، يعني انا اكيد ما رح ضل مزعلة اختي. اخ هلا بس تجي ريهام بدها تسألني شو صار وبدها تعرف كل شيء. معلش ماما طولي بالك واهدي انتي، انا برجع بحاكيكي بالليل. ايه حبيبتي ايه ديري بالك على حالك. يلا باي. يلا منيح طمنتي عليها. بدك شيء؟ لوين؟ ديرو ايه امشي فوتوا بلا غلاصة. لك لا لا خلص مرة تانية. لك عم قلك بلا غلاصة امشي. يلا ابو حميد شو بدك؟ هلا اذا قصدنا لخالك كمال بيلبينا ولا بيعك؟ والله ما بعرف يعني حسب الشغلة، بس هو خالك بكل الاحوال باللي بيقدر عليه ما بيقصر. يعني خرجي روح معي نخطب صفاء. لا حول ولا قوة الا بالله. ما بعرف سألو. انا بدي انت تحكي لي معه لانه انت بتمون عليه اكثر مني، يعني على هوا ما بشوف انت منيمه على ايدك. يقطع عمرك ما اسألك. مين؟ هذا اكيد هو. كسر الباب يا زلمه. يلا يلا. ليه عمو؟ شو عم طول بالك؟ انت ما دخلك؟ اوعك تتدخلها. انا عم بحكي مع ابني. بحكي له جبان. عم تتمرد علي؟ انت عم تسرقني؟ انا ما سرقت شيء. هذا حقي. هذا مو حقك ولك. انت حرامي. مطرحك مو هون. مطرحك برا بالشوارع مع الكلاب. امشي. مالي طالع. ولك حيوان. لحظة. ولو يا سامر رد على ابوك. ابوك الحجي يعني ابوك ياما تعب مشان تعيشوا منيح، ياما وقف على الحدود ومرق برادات ابصر شو فيها مشان حضرتك يصير معك مصاري. بعدين هلا بدك ما تواخذه، رفيقه الروح بالروح مات. سعده سعده انقتل رحمة الله عليك يا سعده. ماشي هيك خليك ورا هون، راح يجرجروك مثل الكلاب. بتعصب اسحك. تعال تعال تعال. احمد مين هذا؟ سعده طول بالك. روي يا سيدي، هذا تاجر مخدرات ورفيقه لابوك الروح بالروح، يعني فيك تقول هو وابوك كانوا أقرب من بياض العين على سواده. يا بركان وينك؟ تجي لعندي فورا وبسرعة. تنزرع زرع قدامي. لك شو يعني ليل؟ عم لك هلا فورا تجي. انضرب يلا.
اليوم ما بدك عزيمه ها؟ ولا بلا خالي. اهلا وسهلا. اهلا ابو طريق. اهلا يا احمد. شو وراي؟ معلومه اذا حضرت ملائكه. لك عود عود لا ملائكه ولا شيء يا زلمه. لا معلش ما بقدر. مش هالمعرض. لا عاد في معرض ولا عاد في شغل. سامر تخانق مع ابو خناقه كبيره وبده يفتح شغل لحاله. شو هالحكي؟ ايمتى؟ هلا هلا من شوي. فما عاد في داعي لروحتك، شغل ما في. لا اذا على هالخبريه هي فروحتي يمكن صارت ضروريه اكثر على فكره. يا سيدي انت ادرى، بس اذا لقيت معك وقت رجع بنسهر سوا ها؟ ان شاء الله. الله خاطركم. مع السلامة. الله معك طارق، الله معك. باي. سلم. شو مودة انت جاي؟ تعالي شوف. شو؟ احكي لي شو صاير مع سامر؟ امشي امي اللي احكي لك تعي. زين انا خالص. الله الله معك. لك صاير نسيت لك، بتعرف انه رؤوف كان سبب طلاقي بهالزمان؟ معقول الحكي؟ اي والله. لك شلون قدر يمرق الكذبات ما بعرف. هذا الحكي معناته بده يصير في مواجهه حقيقيه بينك وبينه. اي مالك مالك، وانا هدي وحياتك مهما كان التمام. شو بده يكون اكثر من اللي دفعته؟ يا سيدي الله يكون معك. امين يا رب. انا رح نام على الواقف. مع السلامه. الله معك. الله معك. مع السلامة. بابا سامعني؟ خير شو في؟ انت امتى جاي اليوم؟ ما فهمت كيف يعني ابدا؟ بابا احكي لي شو في؟ خلص 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 طول بالك طول بالك. ماما شوفي شو اللي صاير؟ بشو؟ بابا عم بيقول انه ما عاد يجي لهون. انت مزعلتي؟ لا بكون طالع خلقه شوي عادي. رجعتوا تخانقتوا مشان يارا ما هيك؟ بشرفك مو هيك السبب؟ ماما يارا ما لها علاقة وانا مالي خلق احكي. واذا انت حابة تسمعي يا ريت تسألي. انتوا لأيمتى بدكم تضلوا عم تعاملوني كأني طفلة وصغيرة؟ والله هي العيشة ما بقى تنطق. مساء الخير. مساء النور. شو ليش جاي بكير؟ ما بعرف شو صار. تخانق سامر مع أبوه. سكروا المعرض. عن جد عم تحكي؟ طيب رح أعمل كاستين شاي إلي ولك. أهلين حجي. ايه بالبيت ليه؟ طب بأي حجة بدي يطلب منه الطلب؟ طيب خلص خلص لا تعيط. ماشي أنا بدبر حجي. والله فهمت. خلص أوكي. برجع بتصل فيك. يلا باي. سلام. طاري هلا شو رايك اسمك راجع بكير من الشغل تحكي مع يارا نعزمها هي وابوها على العشاء اليوم؟ ايه اليوم. ليش شو في ورانا؟ لا لا مو حلو. انا هلا كنت عنده ارجع له مره ثانيه. طيب شو فيها؟ جرب. الله يوفقك. الله يخليك. والله طاقه روحي جهه بالي اطلع برات البيت طارق. طيب خلص خلص. ها ها الو. مرحبا يارا كيفي؟ اسمعي
قاعد هلا انا وسهر عم نفكر نعزمكم على العشاء. ما بعرف اي ارني. لا اليوم 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 ما عندي دوام، معرض سكر. طيب يلا معك انا. امس انا ابوه ايه ايه كتير منيح. معناتها بعد نص ساعة قدام النوفرة. ايه خلص قدام النوفرة بعدين بنشوف وين بنروح. يلا ماشي. ليكي قولي اذا بدك كمان لعمي واحمد والاستاذ نضال اذا بتحبي. اوكي يلا مع السلامة باي. لا وجهز حالي لك. البني ادم وينه؟ ليه ما عم تحكي معي؟ قلت لك لا عاد تحكي لحتى تخلص القصه، مو انا تقطعني بالبرا. اسمع هذا اليوم طالع طالع هو وجماعه، اتركه لا تلحقه. بس بدي الموضوع بكره يخلص يخلص نهائي، عم تفهم؟ يعني بدي اقرا فاتحته. شو هي فاتحته؟ يلا روح مع السلامة. شو بدي ساوي لك؟ انت اللي عجلت فتح عبرك يا جمال. بالبداية كانت المهمة علي صعبة كتير لأني كنت طالع مضوع غريب. وهلأ عرفته؟ كتير وقربت وصل له. معقولة بعد مرور كل هالسنين؟ والله مو لو مر 20 سنة، لو مر 100 سنة بابا اصراره رح يوصلوا للي بده اياه. عن جد يا استاذ كمال انا كثير معجبة بالرجل اللي بداخلك، وكل مرة بيني وبين حالي بقول الله يعين عدوينا. ايه الله لا يعينهم يا رب، ان شاء الله بيضل معمي على قلبهم لحتى يرجع يفتح القضية من اول وجديد، وقتها بنشوف الله رح يعين مين. يعني ناوي ترجع تعيد فتح القضية؟ ايه. لأنه صار عندي أدلة كافية بتسليم المجرمين، ورح أطلب إعادة تحقيق. معناها انت كل اللي عم تعمله هلا مشان تنتقم وبس صح؟ لا ابدا، انا لو كان علي بهمني براءتي وبس، لكن هدول الناس اللي اذوني بالماضي هلا عم بيأذوا كل العالم. هلا بالضبط عن شو عم تحكوا انا ما بعرف، احتمال يكونوا تجار سلاح، احتمال يكونوا تجار ازمه. بكل الاحوال ان شاء الله بتقدر توصل للي بدك اياه، نحن كلنا معك. بتعرف عمو بهالزمن صفيان كثير الا اللي مثلك. أخوكي غلط، حكى مع أبوكي بالوقت الغير مناسب، أبوكي كان معصب وما له رايق، استعجل. معك حق ماما، والله استعجل وبهي كان غلطان، بس يعني ما بدها القصة كل هالشغلة الكبيرة. يا الله يا الله أنا خايفة أبوكي يغضب علي، والله أنا بوقف قلبي. مشان الله يا أمي، بوس إيدك تحكي مع أخوكي وتروقي، الله يرضى عليك. تكرم عيني، بس أنت روقي لي حالك، هلا احكي لي احكي معك. يا رب يا خير اسمك. أهلين حنان. شو وينك أنت؟ ما في عندك ضجة؟ والله يا أختي قاعد لحالي بالبيت. إيه قوم معناتها قوم، قوم تعال بلا غلاظة، خلينا نقعد نحكي على رواق. لا أختي لا، أنا ما عاد فوت بيته لهذا الزلمة أبداً. هذا الزلمة؟ شبك سامر؟ هذا الزلمة اللي عم تحكي عليه بيكون أبوك ها؟ حنان لا تنظري علي، أنت ما بتعرفي شيء. طب هات لشوف عرفني أنت، شوفي. روحي اسألي أحمد ابن خالتك، خليه يحكي لك على البلاوي اللي عمله أبوكي. يا حبيبي ليش لا أسأل أحمد؟ طب تعال أنت احكي لي. لا أختي لا، أنا نعسان وبدي نام. طيب مثل ما بدك، بس بكرة لازم شوفك ها. منحكي ومنشوف بعض، ديري بالك على حالك وعلى أمك، تصبحي على خير. قالوا مرحبا حجي. إيه هلأ أرجعنا. لا ما صار أي شيء جديد غير اللي كتبت لك يا بالمسج، يعني عم يحكي شغلات بشكل عام، وأنا طبعاً ما بقدر أسأله كتير مشان ما يحس. صحيح ما قلت لي حجي شو صار مشان طارق؟ طيب طيب لا تعيط، ليش عم تخانق؟ ماشي خلص، أنا بقول له إنه أنتوا سكرتوا لما بترجعوا بتفتحوا بتحاكوا تليفون. أوكي ماشي،
يلا سلام. آخ على حظي، خلص بقى والله تعبت يا رب، تعبت. بابا بصراحة أمك عقلها ملحوس، وهدول الجماعة قدروا يلعبونا بعقلاتها وخلوا يحاكوها شروي غروي، وأمك حضرت جنابها ما بترد إلا على أختك يارا، ويارا مثل ما بتعرفي الغيرة عامي تعمي. يارا؟ بس ماما قالت لي إنه بابا شو بدها تقلك؟ بدها تقلك إنه بنتها المدللة هي سبب كل المشاكل اللي عم بتصير. جربي واجهيها، فاتحية بالحقيقة، شو بدها ترد؟ صرت سألتها ومواجهتها 100 مرة، كل شي قالت لي يا روحي اسألي أبوكي. أبوكي بيقلك كل هالمشاكل اللي عم بتصير في حل واحد لها وبس، انكم تتركوا الحارة. طيب هلأ أنا شو لازم ساوي لحتى حل المشكلة بينك وبينها؟ والله طقت روحي أنا. بابا كل اللي بتقدري تساويه إنك تقنعيها تترك الحارة. طيب بابا خلص لا تاكلهم، أنا رح حاول أحكي معه وأقنعه. بدك مني شيء؟ إيه بابا، بدي تهتمي بدروسك وجامعتك، وأي حدا بدي يرجعك لورا لا تردي عليه. ماشي بابا، يلا باي. سلام يا حبيبتي. صحي بابا مشان شباك السيارة شو؟ بابا مري لعند نوار، هو بيعرف وين بتصلح. طيب ماشي، مع السلامة. سلام باي. الله معك. ما عندي قيد بهذا الرقم، بدك تروح على الديوان يشوفوا لك يا عندهم. شكرا، يعطيك العافية. استاذ سامر نحن اتفقنا، انا بس بدي منك تعامليني مثل ما عملتي مراجعة اللي كان قبلي، دليني لوين روح مشان حل مشكلتي. اتفقنا انه مو بشغلي. اسمعيني، انا عم بعمل شغل لحالي، انت غيرتيني لقسما بالله العظيم، بحياتي ما تعلقت بشي مثل هلا، ارجوك توقفي معي. ليش لحتى اوقف معك؟ ليش انت مين؟ شو بالنسبة لإلي؟ أنا الإنسان اللي بيحبك كثير، أنا الإنسان اللي بيموت عليك كثير، ولك أنا الإنسان اللي غيرت حياتي كرمالك. حتى ابن خالتي أحمد قال لي مستحيل إني أنا أهتم بوحدة وهي مسألة عني. ومين ابن خالتك أحمد كمان؟ هذا مثل أخي بس فهمان كثير. حاسستك مثل الولد الصغير اللي رايح على امتحان، كثير عم تحيرني معك. صفاء من شان الله لا تحتاري، انت غيرتي لي حياتي فوقاني تحتاني، واسألي مين ما بدك مني حوالي. وهي القصة ما بنسكت عنها، القصة كل مالها عم تكبر. يلي قتلوا سعده بدون ما يرف لهم جفن، مو غريب عليهم انهم يؤذوك؟ لا لا، سعده هداك شغلة تانية، انا متأكد رؤوف ما بده يقتلني، بده يخوفني. ما هي هي المشكلة، الزلمة ما في غير عم يظهر فجأة ويختفي فجأة. بتعرف نضال، أحيانا بحس إنه ماني قد الفوت ابنه. أنت هدول يومين ما لازم تبقى لحالك، خايف عليك يا صاحبي. لا تخاف علي نضال، إلك علي بس اجتمع مع هذا اللي عم يراقبني لحتى أعرفه إنه لا هو ولا اللي بعته بيقدر يخوف كمان مسلم. تنطر عمر لتحاسبه ويموت لما